الصحة أهم نعمة بيتمتع فيها الإنسان، وللمحافظة عليها علينا معالجة أي مشكلة ممكن صحتنا تواجهها. هيداك تطبيق بيساعدنا على استشارة الطبيب المختص عبر الإنترنت من دون عناء الانتظار أو صعوبة أخذ المواعيد المباشرة. أحمد، عرفنا أكثر عن حالك. اسمي أحمد الحدق، تخرجت 2004 من لبنان من الجامعة الأمريكية ببيروت، بعدين من 10 سنين نقلت على دبي. وهالمشروع هيداك كان نتيجة تجربة شخصية أنت عشتها أو مجرد فكرة؟ من حوالي 4 سنين أنا وشريكي بيكون كمان خيي صلاح أسسنا شركة اختصاصها بالاستشارة وبالبرمجة المواقع الإلكترونية، وكنا نشتغل مع كتير دكاترة وحكمة ومستشفيات. فمرة كنا قاعدين أنا وصلاح مع حكيم وعم بخبرنا كيف عم بيجيوا المسجز بالليل بوقت مؤخر، فمثل هيك مثل ما بقولوا ضوت اللمبة عنا نحن، لاحظنا انه اوكي يمكن يعني المشكلة موجودة ممكن نلاقي لها حل. انت بتعرف انه تطبيق من هيدا النوع فيه مسؤولية صحة الانسان، واكيد بحاجة لرخصة من وزارة معينة، هلا انتم عندكم هيدا الرخصة؟ اول شيء عملنا لما بلشنا نشتغل على هيداك انه رحنا على الوزارة ورحنا على هيئة الصحة بدبي وابو ظبي وحكينا معهم، جرب نفهم يعني الاشياء اللي لازم نعملها. الفكرة أنه نحن ما بيقدر الدكتور يعطي وصفات طبية أو علاجات طبية من خلال التطبيق، هي عبارة عن استشارة وخاصة بالحالات الغير طارئة. هل وصف المريض لحالته الصحية عبر الإنترنت كافي لتشخيص المرض؟ كثير من الكيسز لما يحكي المريض مع الدكتور عبر التطبيق بيقدر يعرف شو المشكلة دغري من خلال يسأله كم سؤال أو شو المشاكل اللي عم بيعانوا منها. الأمراض الجلدية مثلاً بقولوا لك اذا انا بشوف صوره أوكي. بقدر اقول لك دغري اذا في مشكله ولا لا، اذا في شيء مشكله منا واضحه بقولوا لهم والله لازم تروح تشوفه دكتور. بتطبيق هيداك حاليا كم طبيب صار منضم وكم اختصاص موجود؟ لما بلشنا كان تقريبا عندنا حوالي 20-25 دكتور، بس شهر عن شهر عم بيزيدوا عدد الدكاتره وعدد الاختصاصات اللي موجوده لهلا 8 اختصاصات كمان عم بتزيد، والدكاترة اللي عنا موجودين من كل أنحاء العالم. الرينج عنا تقريباً بين 20 و40 دولار. أحمد، الوصفات العلاجية كيف بتتصنف؟ خاصة أنه في مسؤولية يعني بتترتب على أصحاب التطبيق. الدكتور ما بيقدر يوصف أي بريسكريبشن من خلال هيداك. ممكن ينصحه بمثلاً دواء موجود يقدر يشتريه من الفارماسي بدون أي وصفة. فاران، بدي أعرفك على خيي صلاح وشريكي. هاي صلاح، شرفنا. صلاح، لو تخبرني اكثر كيف تشتغل الابلكيشن. ايه اكيد، بتقلع الابلكيشن بتعملي ساين اب، شغله بدها ابو دقيقتين، صار عندك الاكونت بتعملي ساين ان بقلبه. هاي المين لوجن سكرين اول ما يقلع التطبيق. اوكي، هون بتشوفي ليستا بكل التخصصات اللي موجوده مع نبذه صغيره عن كل تخصص لتفسر الواحد انه شو بيعني هذا التخصص بالضبط. بتفوتي على دكتور معين بتشوفي هاي البيج، هاي الصفحه. أوكي. اللي هي بتتضمن بقلبها اسم الدكتور، التخصص تبعه، الكلمات اللي العالم ممكن يستعملوها ليفتشوا على هيدا الدكتور. هيدا الدكتور بالضبط. بتشوفي باي مستشفى باي بلد، وبعدين حاطين قصص ملاقيها كثير مهمه اللي هي افيلابيلتي، انه هو امتى بيتواجد الدكتور وفي يكون موجود للمريض، اللغات اللي بيحكي فيها هاي كثير مهمه، انه في المريض يعمل سيرش للدكتور مثلا بفضل يحكي مع دكتور بلغه معينه مثل العربي مثلا. صحيح. بيطلع له ليستا بكل الدكاتره اللي بيحكوا عربي. اوكي، من بعدها عندك ريكوست ادفايزر اللي هي مع السعر قديش بتكلف الاستشاره مع الدكتور. من بعد ما تنقي الدكتور وتعملي ريكوست ادفايزري بتعبي سؤال اللي بيروح للدكتور، في عنده الخيار انه ايدر يعمل يا اكسبت يا ريجكت. اذا عمل اكسبت وبلشت الكوميونيكيشن معه نوصل لصفحه اللي هي الشات. اوكي، صفحه الشات عملناها بطريقه كثير بديهيه مثل استعمال اي شات ابلكيشن موجوده، فيك تبعتي فويس نوت، فيك تبعتي فيديو، صور. دفع بصير مسبقا قبل ما يبلش الحكي مع الدكتور؟ هو ايه بالضبط، بس تعمل ريكوست للادفايزري بشوف التطبيق اذا في مصاري كفايه بحسابك اللي هو مثل نسميها والت نحن. بقلب التطبيق يعني انت لازم تكون اوريدي حاطط يا كريدت كارد ام حساب انه انت عندك اماونت معين لحتى تقدر تفوت تدفع لهذا الدكتور. واذا ما كان عندك المبلغ الكافي
مدى ما تقول ريكوست ادفايزوري بتحولك راسا لصفحه الكريدت كارد، بتضيف المصاري المبلغ اللي بدك اياه، بترجع بتردك للصفحه وبتكفي بالاستشاره. طب صلاح اوريدي الكلاينت دفع، كيف تستفيدوا انت وكيف يستفيد الدكتور؟ المبلغ اللي بيدفعه البيشنت للكلاينت بتنقسم بينه وبين الدكتور، سو انستنتلي مدى ما تخلص الاستشاره المصاري بتصير عند بحساب الدكتور. احمد، شو اكثر التحديات اللي واجهتكم انت وشريكك صلاح؟ برنامج مثل هيدوك كتكنولوجي اللي كنا عم نبنيها اخذتنا وقت كتير لنبنيها صح، لانه البرايفسي والسيكوريتي اشياء كتير مهمه، لنلاقي الاشخاص اللي بيقدروا كانوا ينفذوا الافكار اللي كانت عنا والاشياء اللي شفناها كانت شوي صعبه. شو بتنصح الاشخاص اللي بدهم يبلشوا بفكره عن مشروعهم الخاص؟ اهم نصيحه ممكن نعطيها انه اي خطوه او اي مشروع واحد عم يشتغل عليه لازم يكون عن جد في له حاجه. هيدوك بلش من دبي، ودبي اكيد هدف مهم لهيك فكره، شو السبب؟ نحن هون مثل حنصير مثل سنتر للعالم كله، في عندنا سبورت من هائل من الحكومه، في عندنا تالنت موجوده وعندها الباشن ومستعده تعمل اشياء لتغير العالم. كيف عم تستفيدوا من وجودكم ب N5 وشو الدعم اللي عم تقدم لكم اياه؟ الدعم لا يوصف، في كثير وركشوبس بتصير يلي كثير بنستفيد منها. بيعرفونا على كثير اشخاص يلي اسسنا معهم علاقات ممتازه ورح تساعدنا كثير. وين بتشوف هيدوك من بعد سنه او خمس سنين او حتى 10 سنين من اليوم؟ من الافكار انه نزيد فيرتشوال رياليتي، مثلا لما انا احكي مع ماي سايكولوجيست او ثيرابيست بقدر البس الفي ار هيدسيت، بنقل حالي لهونولولو، بحط الميوزك اللي بحبها، بقعد بحكي مع الحكيم تبعي. كمان عم اشتغل على مبادره جديده اسمها سلامتك، فالناس اللي موجوده بالملدان الناميه، مناطق بالريفوجي كامبس، كلهم نقدر نعطيهم اكسس لهاي كواليتي هيلث كير. فهيدي مبادره عزيزه على قلبنا، وخاصه نحن لاجئين فلسطينيين من لبنان، وشفنا كثير شو بيصير وشفنا كثير معاناه العالم. جود لك احمد وثانك يو. ثانك يو لك. ما تتأخروا لمعالجة أي مشكلة صحية، لأنه ما في سعادة حقيقية من دون صحة جيدة. هيدوك تطبيق أعطى ثقته لأطباء مختصين ومنحنا استشارة مباشرة عبر الإنترنت.